نعم داليا، من هنا من مقر الأمم المتحدة. وبعد إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث انتهاء المشاورات، كان هناك مؤتمر صحفي لوزير الخارجية اليمني، شدد فيه على توصيف الوفد الحوثي الانقلابي باللامسؤول والمستهتر، وذلك في ختام المشاورات في جنيف. المسؤول اليمني قال إن الحوثيين اعتادوا على سياسة إفشال أي محاولات لإرساء السلام والتوصل إلى حل مستشهدا بمواقف وأكاذيب المتمردين في الجولات السابقة. أن أذكر الجميع بأن سلوك إفشال المشاورات ليس سلوكا جديدا على هذه الجماعة المتمردة، بل هو سلوك عام يحصل في كل فرصة للتشاور. في حزيران من العام 2015 تأخر الوفد الانقلابي ليوم كامل بتهم وافتراءات باطلة بأن الأجواء المصرية والسودانية لم تسمح لمرور الطائرة التي كانت تقلهم، وهو الأمر الذي نفته هيئات الطيران المدني في تلك الدول. وتأخرت المشاورات من 14 إلى 16 من شهر حزيران يونيو 2015. وفي مشاورات بيل تغيب الوفد الانقلابي عن الجلسات الأولى دون إبداء الأسباب. اليماني المجتمع الدولي